أسلوب الاستثناء أول درس إن شاء الله تمام من دروس القواعد النحوية للصف الأول الثانوي. أسلوب الاستثناء عبارة عن إيه؟ عبارة إن بناخد عدد قليل من عدد أكبر منه بأداة اسمها أداة الاستثناء. طب ندينا مثال زي ما هو موجود أمامنا، أكلت التفاحة إلا تفاحة. طبعا المستثنى منه تمام اللي هو التفاح، وأداة الاستثناء اللي هنستخدمها هنا اللي هي إلا، والمستثنى اللي هو تفاح. يبقى عبارة عن إيه؟ عبارة عن ثلاث أركان تمام هو أسلوب الاستثناء: المستثنى منه العدد الكبير اللي بناخد منه، وأداة الاستثناء اللي هي إلا، وفي أدوات أخرى هناخدها اللي هي غير وسوى وعدا وخلا وحشا وما عدا وما خلا وما حشا، والمستثنى اللي هو العدد الصغير او القليل اللي بناخده تمام من المستثنى او بنستثنيه من المستثنى منه. هنبدا طبعا اول اداه من ادوات الاستثناء اللي هي الا تمام، وهنا طبعا هنعرف ما بعدها. اللي بعد الا بيكون اسمه مستثنى، لانه العدد القليل سواء واحد او اكتر بناخده من عدد اكبر منه او بنستثنيه من عدد اكبر منه. مدينا الأمثلة طبعا المستثنى بإلا ثلاث أنواع. أول حاجة طبعا اسمه تام مثبت. كلمة تام طبعا عبارة عن جزئين، مستثنى منه ومستثنى. يبقى إذا قلنا كلمة تام يبقى لازم يكون المستثنى منه موجود، والمستثنى اللي استثنيناه بعد الأداة تمام يكون موجود. يعني أنا دلوقتي بقول لك زار الطلاب معالم القاهرة إلا الأهرامات. يبقى احنا دلوقتي استثنينا كلمة الأهرامات من تمام المعالم كلها تمام اللي هي معالم القاهرة. طبعا يبقى انا خدنا عدد قليل او خدنا مثلا جزء بسيط تمام اللي هو بعد أداة الاستثناء، وده اسمه مستثنى. يعني كلمة الأهرامات دي عندنا اسمها مستثنى، ومعالم القاهرة تمام دي المستثنى منه، لان اخدنا منه كلمة الأهرامات فقط من المعالم كلها. طب عندنا احنا دلوقتي لما نيجي نعرب اللي هو بعد إلا في النوع ده تمام نعرب ازاي؟ قال لك اللي بعد إلا في النوع اللي هو التام المثبت، وكلمة مثبت يعني مفيش أداة نفي في المثال خالص. عندنا كلمة الأهرامات عشان أنا أعربها بعد إلا، طالما إن مفيش نفي على طول اللي بعد إلا المستثنى بيكون واجب النصب، يعني بنعربه مستثنى منصوب. يعني واجب النصب له كما واجب نصب المستثنى. يعني ايه معناها؟ ان انا اعرف اللي بعد الا مستثنى منصوب وعلامة نصبه الفتح. يبقى الاهرامات دي تمام لما نيجي نعربها تمام يبقى مستثنى منصوب، وطبعا الاهرامات دي جمع مؤنث سالم ينصب بعلامة فرعية، يبقى مستثنى منصوب وعلامة نصبه الكسرة لانه جمع مؤنث سالم. زي بالظبط المثال اللي تحته اللي هو قرأت الصحف إلا صحيفة تمام. طبعا صحيفة دي مستثنى، ونوع الاستثناء هنا تام لأن الصحف مستثنى منه موجود وصحيفة مستثنى موجود. طبعا طول ما هو المستثنى منه والمستثنى الاثنين موجودين اسمه تمام تام، يعني الركنين المستثنى منه والمستثنى موجودين. طيب يعني مثبت يعني ما فيش أداة نفي قبل قرأته خالص، ما قاليش لم أقرأ، ما قاليش ما قرأته، يبقى هنا اسمه مثبت لأن ما فيش أداة نفي. يبقى تام عشان في مستثنى منه ومستثنى موجودين، ومثبت تمام لأنه لا يحتوي على أداة نفي. طيب عندنا احنا دلوقتي قلنا صحيفة لما نيجي نعربها نعربها ازاي؟ طالما أسلوب الاستثناء تام ومثبت، ما بعد إلا يجب أن يعرب مستثنى منصوب. وكلمة صحيفة طبعا مفردة عادية ما فيهاش أي مشاكل، يبقى مستثنى منصوب وعلامة نصبه الفتح. زيها بالظبط تفوق الطلاب إلا طالبا. طبعا طالبا مستثنى منصوب وعلامة نصبه الفتح. يبقى أول نوع عندي اللي هو تام ومثبت من أنواع الاستثناء بإلا، وفي الحالة التام ومثبت يجب النصب على الاستثناء. ده حكم المستثنى لما يجي يسألني ما حكم المستثنى والأسلوب تام ومثبت أقول له واجب النصب على الاستثناء. طيب لو هو بقى النوع الثاني في أداة نفي، قال لك أداة النفي دي في عندي نوعين، في منه نوع اسمه تام منفي وفي منه اسمه ناقص منفي. احنا قلنا تام يعني المستثنى منه والمستثنى الاثنين موجودين.
طب عندنا احنا ايه الناقص بقى؟ الناقص لازم ينقص ركن من الركنين اللي هو المستثنى منه او المستثنى، وفي الحالة دي احنا طبعا المستثنى منه هو اللي بنستغني عنه. نقول تاني، يبقى طالما هو منفي عندي نوعين، يا اما تام منفي يا اما ناقص منفي. طب احنا بقى في طريقة بسيطة خالص تسهل لك الموضوع جدا، تمام، تخليك طبعا ايه توصل بسرعة للنوع. طب ايه هي طالما منفي وعايز تتأكد من النوع؟ بنحذف اداة النفي اللي هي ما، ونحذف اداة الاستثناء اللي هي الا، وطبعا نقرأ الجملة. فاذا كانت الجملة طبعا قال لك ايه مظبوطة في الايه تمام في التكوين، او الجملة طبعا قال لك ايه تكوينها صحيح، في الحالة دي هيكون النوع ناقص منفي. اما اذا طبعا حذفنا اداة النفي وحذفنا اداة الاستثناء تمام، والجملة طبعا تكوينها هيكون تمام غير مضبوط، ففي الحالة دي طبعا ايه هيكون نوع الاستثناء تام منفي. نقول تاني، يبقى انا عندي دلوقتي في اسلوبين او في نوعين تمام، انا قال لك ايه منفيين، اللي هو التام المنفي والناقص المنفي. طب نعرف ازاي النوعين او نفرقهم ازاي من بعض؟ طريقة بسيطة خالص، بنحذف اداة النفي تمام ونحذف اداة الاستثناء ونقرأ الجملة. طيب ندينا مثال، طيب قال لك ما زار الطلاب الا معالم مصر. طب انا عايز اتاكد ان الاسلوب ده يا استاذنا الفاضل تم منفي او ناقص منفي، بنعمل ايه؟ بنحذف ما ونحذف الا ونقرا زار الطلاب معالم مصر، تمام. طيب هل دلوقتي عندنا احنا المثال ده هينفع؟ تمام، في الحاله دي اذا نفع طبعا يبقى ده ناقص منفي، اما اذا ما نفعش يبقى تام منفي، تمام. قال لك ايه؟ طب عندنا احنا لو تم منفي اعرابه هيكون ايه؟ قال لك يا استاذنا الفاضل اعرابه هيكون تمام مستثنى، تمام، قال لك منصوب او يجوز ان يعرب بدلا. نقول تاني، اذا كان المستثنى تمام بعد الا تمام تام منفي نوع، لا قال لك يجب ان يعرب المستثنى، اما ان يكون مستثنى منصوب وعلامه نصبه الفتحة او الكسر او علامه حسب الكلمه، او يكون تم اعرابه بدلا. طيب لو احنا عندنا احنا دلوقتي النوع ناقص منفي زي ما عندنا طبعا فين تمام في الجدول اللي تحته، بيقول لك ما قلت الا كلمه، عايزين نتاكد، قلنا بنحذف ما اللي هي اداه النفي ونحذف الا ونقرا الجمله قلت كلمه. في الحاله دي طول ما طبعا نفعت الجمله في التكوين بتاعها مظبوط، بنعرف حسب ايه موقعه في الجمله، يبقى كلمه دي طبعا مفعول به منصوب وعلامه نصبه الفتحه، لان قلت فعل ماضي مبني على السكون والتاء ضمير مبني في محل رفع فاعل، وكلمه تمام تبقى مستثنى تعرب حسب موقعها في الجمله، تمام تعرب ايه هنا مفعول به منصوب وعلامه نصبه الفتح. طيب انا اقول تاني نختصر، طبعا نعرف الانواع الثلاثه ايه خلاصه كده الايه لكل اللي قلناه. الانواع الثلاثه نفرجهم ازاي من بعض؟ اول نوع ما فيهوش اداه نفي خالص، وفي الحاله دي اللي بعد الا مستثنى منصوب على طول. تاني نوع اللي هو التام منفي، المستثنى منه مش موجود، يعني انا قلت معالم مصر، معالم مصر طبعا ملهاش تمام، قال لك ايه مستثنى منه، تمام. في الحالة دي يا سيدي الفاضل يجوز نصب المستثنى أو إعراب اللي بعد إلا بدلا، يعني يجوز كلمة معالم تبقى مستثنى منصوب أو إعرابها بدلا. طيب الحالة الثالثة ناقص منفي، تمام، أو نوع الاستثناء الثالث ناقص منفي، وده يعرب على إيه حسب موقعه في الجملة، يعني قال لك ما على الرسول إلا البلاغ المثال الثاني، تمام. طبعا هنشيل ما هنشيل إلا، يبقى على الرسول البلاغ، يبقى البلاغ مبتدأ مؤخر مرفوع علامة رفعه الضمة. المثال الثالث زيه بالظبط برضو، هنشيل لا هنشيل إلا، يستدل ضعيف. طبعا عندنا احنا لما نشيلها طبعا الجملة ايه تمام ماشية تمام، احنا قلنا طول ما سيد الفاضل الجملة تكوينها صحيح بعد حذف اداة النداء، بعد حذف اداة النفي او وحذف اداة الاستثناء الاتنين مع بعض، بنعرف حسب موقعه في الجملة والنوع ده اسمه ناقص منفي، يبقى عندنا احنا الضعيف نائب فعل، لان يستدل فعل مبني للمجهول، وضعيف تبقى نائب فعل مرفوع علامة رفعه الضمة. يبقى عندي حكم المستثنى بعد الا ثلاثة، اما ان يكون واجب النصب لما يكون المستثنى تام مثبت، اما ان يكون تمام او يجوز نصبه او اعرابه بدلا لو تام منفي،
أما إذا كان النوع ناقص منفي فحكم المستثنى يعرف حسب موقعه في الجملة. تمام؟ طيب دلوقتي أستاذنا الفاضل تمام قال لك إيه؟ قال لك المستثنى عندنا إحنا تمام خلاصته هو كتبه لك طبعا إيه عشان نراجعه مع بعضنا والمعلومة تثبت. تمام قال لك إذا كان الكلام تم مثبتا وجب نصب المستثنى بإلا، زي أثمرت الأشجار إلا شجرة يبقى شجرة مستثنى منصوب وعلامة نصبه الفتحة. أما إذا كان الكلام تاما منفيا يجوز في النائب المستثنى إما أن يكون يعرب مستثنى بدل مستثنى منصوب أو يعرب بدلا والمبدل منه طبعا اللي هو كلمة الأشجار هنا فيبقى بدل مرفوع علامة رفعه الضمة. أما النوع الثالث قلنا لو ناقص منفي يعرب حسب موقعه في الجملة. بنتأكد منه ازاي؟ نشيل ما ونشيل إلا هنلاقي الجملة مظبوطة يبقى لا الكتب دي فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة. طيب خلينا طبعا ما قالك مهم ملاحظات. أول حاجة سيد الفاضل أدوات النفي هي ما لا ليس لن لم. طيب طب عندنا لو أداة النفي ليس، احنا قلنا لما بنيجي نجرب بنشيل أداة النفي ونشيل أداة الاستثناء تمام، وإذا نفعت طبعا تكوين الجملة بيكون نوع المواه الاستثناء تمام بيكون ناقص منفي. طب احنا لو شلناهم تمام لازم نرجع ليس تاني عشان ليس ده فعل ناسخ عشان نعرف طبعا ايه الجملة اللي بتيجي بعدين. فالحياء طبعا هنا ليس الحياء إلا خلق الصالحين، لما نشيل ليس ونشيل إلا الحياء خلق الصالحين كده الجملة طبعا مظبوطة يبقى دي ناقص منفي. بس لما نيجي نعربه لازم نرجع ليس عشان نعرف طبعا لا إعراب لا الحياء طبعا هتكون اسم ليس ما مرفوع علامة رفعه الضمة، وخلق تمام قال لك ايه خبر ليس منصوب علامة نصبه الفتحة، والصالحين مضاف إلى مجرور وعلامة جره الياء. طيب بعد كده عندنا احنا تاني أداة من أدوات الاستثناء طبعا اللي هي غير ومين وسوى، بس في ملحوظة مهمة خلي بالكم منها عشان ما تغلطش لما يجي يديك أنواع الاستثناء ويقول لك طبعا بين النوع. قال لك قد يأتي الكلام ناقص منفي وطبعا بالشكل كده وباعتقادك انه طبعا بيكون تم منفي تقول لي مستثنى منصوب مستثنى منه موجود والمستثنى موجود لا، امشي بالطريقة اللي انا علمتها لك ان بنحذف اداة النفي ونحذف اداة الاستثناء طبعا هتبص تلاقي الجملة ماشية تمام تكوينها معاك مظبوط. تمام اذا كان كده طبعا يا سيد الفاضل يبقى هنا ناقص منفي لو حذفناهم طبعا وتكوين الجملة مظبوط، زي ايه ما حضر من الوزراء الا وزير، شيل ما شيل الا يبقى حضر من الوزراء وزير يبقى وزير فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة. زيها بالظبط لم اشاهد من المباريات الا مباراة. تمام قال لك ايه طبعا احنا لما نحذف لم ونحذف الا اشاهد من المباريات مباريات تمام مباراة طبعا هنا تكون مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة، لان طبعا ايه احنا قلنا لما بنحذف اداة النفي واداة النداء في الناقص المنفي طبعا تكوين الجملة طبعا بيكون ما تمام قال لك ايه كامل. طيب المستثنى تاني أداة من الأدوات اللي هي المستثنى بغير وسوى، نفس بالضبط حالاته زي المستثنى بإلا، بس في معلومة مهمة جدا 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 إن غير وسوى تأخذ إعراب ما بعد إلا، غير وسوى تأخذ إعراب ما بعد إلا. يعني يا سيد الكريم يعني يا أستاذنا الفاضل دلوقتي عندنا احنا كلمة غير في المثال الأول اللي هو التام المثبت، احنا كنا بنعرف في التام المثبت اللي بعد الا كنا بنعربه مستثنى منصوب، يبقى لما يكون طبعا وضعنا غير مكان الا يبقى غير نفسها هي اللي هنعربها هي وسوى مستثنى منصوب، واللي بعد غير وسوى طبعا ايه ثوابت بيكون مضاف اليه. نقول تاني اول نوع تام مثبت كنا بعد إلا بنعرب مستثنى منصوب، أما لما نحط غير وسوى نفسها هي اللي هتعرب مستثنى منصوب أو اسم منصوب على الاستثناء وعلامة نصبه الفتحة، واللي بعد غير وسوى اللي هي كلمة المتحف أو كلمة صحيفة أو كلمة طالب بيعرب دائما مضاف إليه. يبقى أول نوع من أنواع المستثنى بغير وسوى تمام بيعرب طبعا قال لك إيه مستثنى منصوب أو اسم منصوب على الاستثناء، واللي بعد غير وسوى بيعرب مضاف إليه. طيب تاني نوع اللي هو التام المنفي،
تمام. واحنا طبعا يا سيد الفاضل قلنا في التام المنفي اللي طبعا يعرب تمام المستثنى تمام يا اما مستثنى منصوب يا اما بنعرب بدل تمام ويتبع المبدل منه. طب يعني كلمة غير هنا في المثال الثاني اللي هو ما زار الطلاب غير تمام معالم مصر، غير هنا يجوز فيها اعرابين، يا اما بنقول اسم منصوب على الاستثناء وعلامة نصبه الفتحة تمام، يا اما يا سيد الفاضل بنقول تمام قال لك ايه غير هنا طبعا بدل من كلمة الطلاب يبقى بدل مرفوع علامة رفعه الضم. خلي بالكم ملحوظة مهمة جدا، كلمة سواء تعرب بعلامات مقدرة. يعني انا دلوقتي لما اجي اعرب ما تنتشر الكتب سوى الجيدة، يبقى انا دلوقتي يا سيد الفاضل كلمة سوى هنا تعرب حسب موقعها في الجملة. طبعا هنا يجوز النصب على الاستثناء، وكلمة يجوز النصب يعني استاذنا الفاضل تمام اللي هو المستثنى هنا تمام قال لك بعديها بيكون مضاف اليه، وكلمة سوى يا اما تعرب مستثنى او اسم منصوب على الاستثناء تمام وعلامة نصبه الفتحة المقدرة، لان سوى تعرب بعلامات مقدرة. او يجوز ان نقول بدل تمام مرفوع علامة رفعه برضو الضمة المقدرة تمام. طيب قال لك يا سيدي مثال تاني وهو برضو عشان هاي المعلومة تثبت تمام، قال لك ما تفوق الطلاب غير طالب تمام. طيب المثال هنا استاذنا الفاضل لو تلاحظ فيه خطأ، طب فكر معايا هنا فين الخطأ الموجود في المثال تمام. احنا قلنا القاعدة تم او ثوابت من ثوابت النحو تمام، ايه هي؟ ان بعد غير وسوى يا سيد الكريم لازم يكون الكلمة مضاف اليه، يبقى غير طبعا طالبا دي غلط. المفروض الصواب طبعا ايه تمام عشان تفكر وتشغل دماغك معايا، طالبا طبعا دي فيها تنوين تنوين بالفتح، والمفروض طبعا طالبا دي تبقى مضاف اليه مجرور وعلامة جر الكسرة طبعا، فطبعا الصواب بتاعها بيكون طالب تمام. طيب عندنا احنا الناقص المنفي اخر نوع، واحنا قلنا يعرب حسب موقع في الجملة، واديك طريقة بسيطة تعرف اعرابه بيها. نعرفها ازاي؟ ان احنا قلنا منشيل ما ونشيل غير هتلاقي الجملة مظبوطة. الكلمة اللي بتعرب بعد غير وليكن فاعل، يبقى غير هي اللي هتكون فاعل واللي بعدها نضاف اليه. لو هي استاذنا الفاضل اللي بعد غير تمام مفعول به، يبقى غير هي اللي هتكون مفعول به واللي بعدها مضاف اليه. يعني الكلمة اللي هتطلع معايا في اعراب ما بعد ما اللي بعد غير بعد ما نشيل ما ونشيل الاستثناء تمام بننقل اعرابها الغير. يعني يعني المثال عندي بيقول لك ما قلت غير كلمة، انا عايز اعرب كلمة وعايز اعرب غير، بنشيل ما نشيل الا ونشيل غير، يبقى قلت كلمة، كلمة طلعت عندي مفعول به، يبقى المعرب ده بننقل الكلمة غير، يبقى غير هي اللي مفعول به واللي بعد غير على طول له كلمة كلمة مضاف اليه تمام. طب ناخد مثال تاني، تم على الرسول سوى البلاغ، نشيل ما ونشيل سوى، يبقى على الرسول البلاغ، البلاغ هنا بقت مبتدا مؤخر، فطبعا احنا قلنا بننقل الاعراب لسوى، يبقى سوى هي اللي مبتدا مؤخر مرفوع بالضمه المقدره واللي بعد سوى على طول مضاف اليه. طيب دلوقتي اخر مثال، لا يستذل غير ضعيف، قلنا لما نشيل لا ونشيل غير يستذل ضعيف، وكده النوع اسمه ناقص منفي، يبقى ضعيف طبعا نائب فاعل، بس لما حطينا غير، غير تاخذ اعراب ضعيف، يبقى غير هي اللي نائب فاعل مرفوع وضعيف مضاف اليه مجرور وعلامه جره الكسره. طيب حكم المستثنى، طبعا غير وسوى تعرب حسب موقعهما في الجملة، وما بعدهما طبعا واجب الجر تمام على الإضافة تمام يعني مضاف إليه مجرور. اللي بعديه طبعا عندنا احنا استاذنا الفاضل بيقول لك حكم المستثنى تمام في الأنواع الثلاثة بتعطي غير وسوى، نقولهم تاني مع بعض. إذا كان الكلام تاما مثبتا وجب نصب غير وما بعدها مضاف إليه، يعني أثمرة الأشجار غير شجرة، غير هنا مستثنى منصوب أو اسم منصوب على الاستثناء وعلامة نصبه الفتحة، وشجرة مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة. طب إذا كان الكلام تام من فين؟ هنا احنا قلنا يجوز في حالتين، يا إما مستثنى منصوب يا إما بدل ويتبع المبدل منه تمام. فهنا كلمة غير اللي هي طبعا غير شجرة، غير مستثنى منصوب وعلامة نصبه الفتحة، وشجرة يا سيد الكريم هتكون مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة.
طيب آخر حاجة، إذا كان ناقص منفي قلنا يعرب حسب موقعه في الجملة، زي ما تنتشر غير الكتب الجيدة. الغير طبعا هنا فاعل مرفوع بالضمة، والكتب مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة. تمام. طيب أمثلة. تمام، قال لك فاز السباحون غير السباح. طبعا هنا مفيش أداة مفيش أداة نف، فطبعا ده مستاه مثبت أو تام مثبت، وفي الحالة دي كلمة غير تعرب طبعا هي واجب النصب أو اسم منصوب على الاستثناء. المثال الثاني، ما زرت مدن مصر سوى مدينة. لو شلنا ما وشلنا سوى زي ما احنا تعودنا، يبقى زرت مدن مصر مدينة. طبعا الجملة ما تنفعش معايا، فده اسمه تام منفي، وهنا يجوز نصب كلمة سوى أو إعرابها. طبعا قال لك إيه بدل. تمام، ففي الحالة دي طبعا سوى دي إما نعربها اسم منصوب على الاستثناء وعلامة نصبه الفتحة المقدرة، أو نعربها بدل من كلمة مدن. تمام، يبقى إعرابها طبعا بدل المرفوع علامة رفعه الضمة المقدرة. آخر مثال، ما فاز غير سباح. شيل ما وشيل غير، يبقى فاز سباح. تمام، او فاز طبعا ايه قال لك ايه هنا غير او سوى، الاثنين طبعا يعرب حسب موقعهم في الجمله، فاعل مرفوع وعلامه رفعه الضمه. في غير طبعا الضمه ظاهره، اما سوى قلنا تعرب بعلامات مقدره، يبقى مرفوع علامه رفعه الضمه المقدره. تمام، طيب كده ايه خلص الدرس بتاعنا. تمام، قال لك ايه ما عدا ايه ان الجزء الاول منه اللي هو المستثنى بإلا، والجزء الثاني اللي هو مستثنى بغير وسوى، باقي طبعا جزء اللي هو مين اللي هو عدا وخلا وحشا. طيب خلي بالك، اقول تاني احنا عندنا في امثله. تمام، قال لك بيه طبعا الامثله دي الى حد ما الطالب بيتلخبط فيها شويه، زي ما فاز من المتسابقين الا متسابق. طبعا انت بتقول متسابقين ومتسابق يبقى مستثنى. تمام، قال لك ايه تام منفي، لا في الحاله دي امشي بالطريقه زي ما قلت لك، بنحذف اداه النفي ما، ونحذف اداه الا اللي هي الاستثناء، ونقرا الجمله. اذا كانت الجمله طبعا مضبوطه او تكوينها مضبوط، في الحاله دي يعرب حسب موقعه في الجمله، زي المثال اللي قدامي، يبقى فاز من المتسابقين متسابق، كلمه متسابق فاعل مرفوع وعلامه رفعه الضم. طيب حكم الاسم الواقع بعد عدا وخلا وحشا، عدا وخلا وحشا تم الأداة الثالثة من أدوات الاستثناء، وطبعا هنا إعرابها أستاذنا الفاضل، يا إما بتكون تمام فعل ماضي، تمام، يا إما والفعل دايما بتاعها ضمير مستتر واللي بعديها يعرب مفعول به، أو بنعتبر عدا وخلا وحشا تمام حرف جر واللي بعدها يعرب اسم مجرور. طب تقول لي امتى كده وامتى كده؟ طبعا هي يجوز الاثنين، بس طبعا هو بيديني المثال، والله لو هو مضبوط تمام بالفتح يبقى عندنا احنا طبعا يعرب مفعول به، لو مضبوط بالكسر تمام يعرب هنا في الحالة دي ايه طبعا ايه جمع تمام يعرب حسب موقعه في الجملة، يبقى اسم مجرور. طب عندنا احنا في امثلة تمام بيختلط فيها الاثنين، يعني انا دلوقتي لو عندي يا استاذنا الكريم تمام قال لك ايه حضر تمام الطلاب ما عدا تمام، وليكن مثلا كلمة ايه طالبة، وطبعا مش مضبوطة، يجوز في كلمة طالبة بعد عدا وخلا وحشا تمام ان ايه طبعا تكون اسم مجرور. تمام، قال لك على اعتبار عدا وخلا وحشا حرف جر، او يجوز اعراب تمام طالبة تمام قال لك ايه مفعول به على اعتبار ان عدا وخلا وحشا فعل ماضي. تمام، طيب مثال تاني هو قدامنا، قال لك تدار الالات بالكهرباء، خلا او عدا او حشا اي واحدة تمام، قليلا او قليل، قليلا قلنا على اعتبار انهم افعال ماضية، وقليلا تبقى مفعول به منصوب، او قليل تمام يبقى اسم مجرور على اعتبار ان خلا وعدا وحشا تمام حروف جر. طيب اخر حاجة، تمام لو اضفنا ما تمام قبل عدا او خلا او حشا، طيب اعرابهم ايه؟ قالك في الحالة دي ما عدا تبقى فعل ماضي بس، ما ينفعش طبعا هنا حرف جر، وبعد ما عدا او ما خلا او ما حشا تمام بيجي طبعا مفعول به، يبقى طالما دخلت ما على عدا وخلا وحشا في الحالة دي هتكون فعل ماضي واللي بعدها مفعول به، يبقى كلمة يا قطفت الأزهار ما عدا وردة، طبعا كلمة وردة مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة، أكلت الفواكه ما خلا التفاح، يبقى التفاح مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة. طيب ملحوظة، قليلا قلما يعني قليلا، ما تأتي ما قبل حشا يعني ما حشا دي قليلا ما بنجدها في الأمثلة. تمام،
طيب جس يجوز طبعا وينفع اننا نقول ما حشى طبعا دي تمام تدريبات جرب طبعا انت معلومتك او اختبر معلومتك تمام هل مثلا يا استاذنا الفاضل انت المعلومه وصلت وهتعرف تحل او طبعا هي قال لك المعلومه لسه تمام مش مظبوطه طب انا اجرب معاك ما اقدر الاصدقاء الا احنا قلنا يا اولاد عشان انا اعرف نوع المستثنى بحذف ما وبحذف الا طالما في اداه نفي ننفع نقول اقدر الاصدقاء الكريم لا ففي الحاله دي استاذنا الكريم قال لك ايه هنا طبعا نوع الاستثناء بيكون تمام يا اما تمام نوع الاستثناء تام منفي يا اما طبعا اعراب المستثنى بدل او اعراب المستثنى استاذنا الفاضل بيكون ايه بيكون تمام مستثنى منصوب طيب مستثنى منصوب يعني في فتحه وبدل طبعا هيكون المبدل منه الاصدقاء والاصدقاء مفعول به منصوب يعني برضو البدل هيكون منصوب يبقى الكريمه يبقى نختار اول واحده طيب لم يحضر من الضيوف الا قلنا شيل لم شيل الا واقرا الجمله يبقى يحضر من الضيوف طبعا اخوك الجمله طبعا مظبوطه يبقى هنا ده ناقص منفي ويعرب حسب موقعه في الجمله يبقى اخوك هنا فاعل ودي من الاسماء الخمسه ترفع بالواو يبقى طبعا هنختار اخوك اول واحده طيب اوقر التجار ما عدا احنا قلنا دايما اللي بعد ما عدا مفعول به منصوب تمام وهنا طبعا الطماع منصوب بالفتحه يبقى نختار طبعا ايه الطماع اللي هي الثانيه طيب عاد الفدائيون سالمين غير طبعا موضوع خلصان بعد غير وانت طبعا مغمض عينيك مضاف اليه يبقى غير ابي بكر لان قلنا الاسماء الخمسه تجر بالياء ما غاب من الطلاب الا شيل ما شيل الا طبعا غاب من الطلاب يبقى طبعا يعرب حسب موقع في الجمله يبقى اخوك لانه فاعل مرفوع بالواو تمام طيب اخر مثال لم يتفوق احد من التلاميذ الا شيل لم شيل الا يبقى يتفوق احد من التلاميذ المجد ما تنفعش يبقى ده تام تمام منفي يبقى يعرب يا مستثنى يا اما بدل في الحاله دي طبعا هي يعرب ايه تمام قال لك من مبدل منه اللي هو احد يبقى المجد او طبعا يعرب مستثنى منصوب اللي هو المجده يبقى يجوز طبعا الاولى او ايه او الثانيه تمام طيب وكده انتهينا من الدرس الاول تمام وتابعونا بقيه الدروس ان شاء الله.